في التاسعة حلقة خاصة من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا جوه جامعة ومدينة زويل. ده احنا هنحكي حواديت، اصبر معي. حلم عالم نوبل الذي أصبح واقعاً، إيمانه بمصر وبشباب مصر هو اللي وصلنا للمرحلة دي. تستعرض البرامج العلمية للمدينة وشروط القبول، القدرات بتاعنا بيبقى عليه وزن معياري أكبر، ومستقبل الخريجين. فرصة التدريب في الأمم المتحدة تقريباً بياخدوا 1 من كل 500 واحد يتدرب معاهم. بين جدران المعامل نرصد أدوات زويل الخاصة وبقايا إرثه العلمي النادر وأحلام تلاميذه والفرص المتاحة للحالمين بالنهوض أكتر في الأمراض اللي هي مثلاً سرطان، أمراض الشيخوخة. التاسعة مع يوسف الحسيني غداً على قناة مصر الأولى.